إصابات اه بتشدوا بقى شعر بعض في الملاعب فعلا. وفي لا يعني انتوا محتاجين اللا الباك ليفت في الكرة، في كرة اليد عايزة ثبات على أرض الواقع، هي عايزة بتشوطوا من قوة بعيد جسمانية. وثبات، وانتوا بتصوبوا من بعيد صح، من أبعد مدى صح صح. فانتوا يعني انا بسمع انه في اصابات كتيره جدا بتواجهكم يعني بالذات في المركز ده. طبعا، لان هو بصي هو عامه الخط الخلفي في الهاند بول اللي هو الباكين والبلاي ميكر ومعاهم الفرود او اللاعب عمرو الدايره السوليه الكلاسيك عمرو سرايا في الهاند بول بالظبط كده. هو دول يعني اكتر ثلاث مراكز بيتعرضوا للاحتكاك قوي، يعني يمكن الجناحين اللود عليهم في كونتاكت اقل، كونتاكت اقل بالظبط كده. فالثلاث مراكز دول بيحتاجوا قوه جسمانيه، بيحتاجوا كمان اللاعب يبقى يعني معافر. في لاعب برده ممكن يكون بيخاف على نفسه شويه، اللاعب لو فكر في لحظه ان هو خايف هيتعور هيتصاب. انتوا شويطه، لازم تكونوا شويطه بالظبط. هو ما بقول لك شوتر زي يعني عمرو السوليه، زي سمير كمونه كده في الكوره. والله الاكل ملوش طعم من غيره. فده بيحتاج منك ان انت تكوني يعني عشان تبقي ثابته على ارض الواقع انك تكوني حاده كمان. طبعا صح؟ عورتي اكتر ولا اتعورتي اكتر؟ والله بصي انا اتعورت وكانوا بيقولوا لي ان انا بعور، بس انا ما يعني أصلاً. بس انا ما كنتش ببقى قصدي بصراحه يعني كنت اسمع ان انا كنت اسمع ان كنت اسمع ان انا بعور الحقيقه، بس هو كان بيبقى من غير قصد. تحسيش بنفسك؟ طب لا والله بصي هو يعني انا بدافع صح، دفاع ناشف يعني. انا برضو كنت بلعب في مركز ثلاثة في الدفاع، وده برضو يعني زي ما كان محمد بيتكلم انه المركز صانع الالعاب هو اهم مركز في الهجوم، فمركز ثلاثة في الدفاع هو اهم مركز هو في اللي بيحرك هو رمانة ميزان الدفاع يعني. محتاج مجهود بدني وذهني، لازم يبقى عشان هو دايما بيمد زمايله وبيكلم اللعيبه اللي حواليه، التكتيك اللي بيحصل من الفرقه الثانيه وبيوجهه. فكان الموضوع معاكي صعب يا نور؟ تعرضت لاصابات كتير، منهم مرتين ماما قالت لي انت هتبطلي هاندبول بعد الاصابتين دول، بس الحمد لله يعني كملت. مره خدت يعني غرز في وشي، وكنت حتى برضو في اسكندريه راجعه لها بقى طبعا يعني هي اتفاجئت، هي بتكلم بتتصل بيا ما بردش على التليفون. لا هي بتتصل ما بردش ساعه اتنين، ما بردش، سايبه شنطتي وحاجتي ونقلوني على المستشفى حبيبتي. فلما لما قلقت اتصلت بالاداري بتاع الفريق، فبيقول لها نور فوت العمليات. فطبعا هي سمعت الجمله دي من هنا مش فاهمه عمليات ايه، راحت اتصلت بالكابتن قال لا 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 مش اوضه عمليات. وايه نوع الاصابه وايه كذا اوضه يعني بيقول لها اوضه عمليات. طبعا هو توصيل المعلومه كان بالنسبه لها صادم يعني القلب مفتوح مش اللي هو يعني بس الحمد لله رجعت طبعا شافت المنظر، غرز طبعا وورم في البق، ويعني خلاص بنتي اتشوهت يعني. جالها طبعا الاحساس ان هي مش هتتجوز. بالظبط كده، نفرت خلاص كده راحت يعني عليه. فدي مره تانية برضو، ويعني وللاسف المرتين كنت انا في بره القاهره وهي ما كانتش معايا. هي في العادي كانت بتجيلي دايما هي وبابا كل المباريات حتى لو بره القاهره بيسافروا تحضرها معاكي هي وبابا جوه. برضو مره كنا بنلعب نهائيات واخدت بوكس تحت عيني هنا، وكانت ورمه وزرقت عارفه عادل امام في الافلام كده لما بيطلع موف حوالين عينيه، كنت كده بالظبط. وكانت يعني الاصابه كانوا شاكين ان انا جالي كسر اصلا في العظمه دي، بس الحمد لله عملت اشعه، بس برضه راجع لها بمنظر يعني بتحكي لنا برضه بمنظر على ماتشات افريقيا كنتوا بتلعبوا افريقيا مع النادي اللعيبه الافارقه بيحطوا ولازم يحطوا في شعر لا احنا بنقول لا ايه لا 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 حاجه زي كده مش فاكر تقريبا ايه زقوا ايديهم لا الهاندبول احنا بنحط لزق في الكوره زي لزق كده عشان لاعبات افريقيا معظمهم بيبقوا مركبين شعر وضفاير وراستا وحاجات كده يعني هير اكستنشنز معروفين بالراستا دي فكانوا كتير مثلا اجي ادافع على واحده فلاقي الشعر طلع في يعني حته من الضفيره طلعت في ايدي يعني وسط الماتش بسبب اللزق ده. ومره لقينا يعني على الدكه وهم حاطين الشنط في بقى شعر يعني موجود هم بيركبوه قبل الماتش ويخرجوا فبيطلع شعر بقى شعر حقيقي يعني بيطلع في ايدينا شواتير بالظبط كده. فيعني من اللزق بتاع الكوره، فلو غصب عني ايدي جت في شعر واحده بتطلع عادي. فيعني بعد المواقف انه عمر فكرني فعلا. وانت كابتن عمر اكيد تعرضت لنفس المواقف يعني. انا كنت بلبس لانسز في عينيا زمان، كان عندي بس نظر فكنا بنلبس لانسز، فكتير قوي بقى كانت بتقع مني من الخبطات او مثلا حتى حط صباعه في عيني كذا مره، وانا بقى بكمل بشيلها عادي من الارض وحطها في عيني تاني. لا وعمر كان بكمل بقى حدث ولا حرج ما يعمل لا لا ولا سولوشن بقى، هقول للحكم والكابتن معلش ثانيه واحده احطها في السولوشن. لا وما كانش بيجيب معاه سبير في الشنطه، فكان يعني الحقيقه في التعامل مع لحد ما الدكتور قال لي انت كده هتفقد البصر لازم جاله التهاب في القرنيه تعمل ليزك او ما تلبس لينسز تاني، فعملت ليزك وخلاص.